ميكروتش كوميك فريد مع انفاس كما العاده خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس هذه الخطره شحال يقدروا يصبروا بلا ويفي. الا بغيتوا تعرفوا شحال يقدروا يصبروا خليكم معنا. شحال تقدر تصبر بلا ويفي؟ واش نقول لك، الويفي دابا ولا بحال لي شي حاجه مدمنه دابا، اللي ما كانش عندك بحال اللي ما عندك كيضرك راسك. شويه خاصك تشوف اليوتيوب، خاصك تشوف القنوات ديال كره القدم، تشوف اي حاجه، تشوف بزاف ديال الحوايج. كتفرج في الروتين اليومي؟ لا ما كاينش. شويه ضروري ضروري. شحال تقدر تصبر؟ شحال تقدر تصبر دابا؟ شحال تقدر تصبر؟ سيمانه، نهار، يومي؟ لا ويفي زعما ما نقدرش. كداش ما تقدرش تقدر بحال اللي 4 ايام ولا 5 ايام كتحس براسك. ولا خيروك دابا ما بين قرعه ديال الاكسجين، ولا خيروك ما بين قرعه ديال الاكسجين والويفي، شكون اللي تعزل؟ لا ما نكذبش عليك، بجوج بجوجهم، اكسجين والويفي. طماع انت. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ. شحال تقدري تصبري بلا ويفي؟ ما بقيناش نقدروا نصبروا عليه، لان الويفي راه مشى لينا، سرى لينا مع الدم شويه. وليتي مدمنه؟ مدمنين، ماشي عام مدمنه. وانت الحاجه؟ انا ما نقدرش نصبر عليه، لان عندي الاولاد بحالكم. خاصني كل دقيقه نهضر مع الاولاد. كل دقيقه ما نقدرش. ابي الفيديو بكل التواضع. بكل التواضع. قولي لي، اغنيه قول لها. لا كتغني؟ فنانه. هي الويفي كاين عندك دابا؟ مشارجي الويفي، مشارجي. نايضه. قولي لي دابا اللي قالوا لك انتيا غتختاري ما بين قرعه الاكسجين والويفي، اش غتختاري؟ قرعه الاكسجين. لا. لان الويفي، شوفي نقول لك، هي الحقيقه في الدقيقه الا كنت طايحه كوما غنختار الاكسجين. ولما كنتيش طايحه الويفي. وانت الحاجه كذلك مثال، انت الويفي كنتي طايحه الاكسجين ما كنتيش طايحه ميمونه والكعال. وقالوا لي كتغني. هو صبا الحمد لله فنانه. يلا شي موال على الويفي. ليلي ليلي ليلي. الويفي الويفي. الله. ودخل وسكن عروقي يا ليل. يا بوي تحياتي. شحال تقدر تصبر بلا ويفي؟ نقدر نصبر على الويفي يومين. يومين صافي؟ يومين. يومين. ثلاث ايام، اربع ايام؟ لا لا. وعلاش؟ حيت كنت كونيكتا بيه الواتساب وكنشوف فيه الدار. الويفي هو الحياه. لا ماشي هو الحياه، المهم هو شكون زور. المهم كتلعب به. دابا لا خيروك ما بين قرعه ديال الاكسجين والويفي، اش تختار؟ اختار الاكسجين. الاكسجين؟ والويفي لا؟ لا بكل تواضع. تحياتي. شحال تقدري تصبري بلا ويفي؟ ما نقدرش نصبر نهائيا. والو مدمنه؟ مدمنه ويفي، ما تنقدرش، حيت عايشه بوحدي وهو اللي معمر عليا حياتي. عايشه بالويفي. ودابا لا خيروك ما بين قرعه ديال الاكسجين والويفي، اش تختاري؟ ولا كنت مريضه ضروري غادي نختار قرعه الاكسجين، ما يمكنش لي غادي نختار الويفي، مستحيل. غتختاري الاكسجين على الويفي؟ ضروري. تحياتي لك. شكرا. قول لي شحال تقدر تصبر بلا ويفي؟ وبطبيعه الحال عالم اليوم هو عالم التكنولوجيا وعالم مواقع التواصل الاجتماعي، فمن الصعب ان الانسان انه يستغني على هذه المواقع، لانها اصبحت جزء من الحياه ديال الانسان، خاصه واننا احنا كطلبه تنستعملوا الاجهزه الالكترونيه وغيرها في الدراسه عن بعد الى غير ذلك. لكن الخطير في الامر هو عندما يتعلق الامر بالاطفال، اللي اصبحت اليوم بحال الالعاب ديال بابجي، الالعاب ديال فري فاير الى غير ذلك، اصبحت تشكل لهم واحد الجزء من الزمن اليومي ديالهم او الوقت اليومي ديالهم، الشيء اللي غينعكس على الشخصيه ديالهم مستقبلا. وانت شحال تقدر تصبر دابا؟ انا نقدر نصبر حتى الاسبوع كاع، اكثر من اسبوع بالنسبه لي ما عنديش مشكل، بالعكس ملي تنبعد ترتاح منهم انا. ملي كتقرب كيضرك راسك؟ تيضرني راسي شويه مع هاد الاخبار هادي ديال الحكومه وهاد الاخبار ديال الساسه وهاد الدكاكين ديال الاحزاب، تيمرضونا. اللهم نبعدوا. والله اللهم تبعد حسن. اللهم نبعد حسن اخويا. قول لي ولا عطوك واحد الاختيار ما بين القرعه ديال الاكسجين والويفي، اش تختار؟ بطبيعه الحال انا مستغني على القرعه ديال الاكسجين، انا الحمد لله عندي الرئه عطا لي الله تنتج الاكسجين طبيعي، والويفي انا قلت لك نقدر نستغنى عليه 15 يوم. دابا تختار الويفي على الاكسجين؟ نختار القران على الاكسجين بكل تواضع. بكل تواضع.